الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. صحيح البخاري باب من كبر في نواحي الكعبة. رواه المصنف بالسندي، وهذا ثالث مرة نتكلم عن هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه، طبعا هذه عند فتح مكة، أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسم بهما أو بها قط، فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي. هنا هذه الترجمة الموافقة أو مطابقة الترجمة في قوله كبر في نواحي الكعبة، الحديث تنصيصا قال فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه. هذا حديث ابن عباس قال فكبر ولم يصلي فيه، حديث ابن عباس ينقل ذلك عن أسامة، وابن عمر ينقل عن بلال بأنه صلى فيه. أنا فصلت قول في هذا، ولكن تذكيرا للإخوة الأفاضل بأنه المثبت مقدم على النافي، أسامة ينفي والنبي دخل الكعبة فاتفق أنه دخل الكعبة وكبر في نواحيها، وبلال قال أنه اتخذ أسطوانتين واستقبل أسطوانة وصلى، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم فهي ثابتة، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة وعائشة تطلب الصلاة في الكعبة، قال لها صلي في الحطيم، صلي هنا في ثلاث أزرع، كما قلنا أن الكعبة لم يدخل ثلاث أزرع أهل قريش لأنهم تقاصرت بهم النفقة كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. المسألة فيها مسائل ثلاث، المسألة الأولى أن النبي، الحديث هذا في مسائل ثلاث، المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يدخل البيت وفيه الأصنام، ففيه دلالة واضحة جدا أنه لا يجوز للإنسان أن يتوالد في مكان يعبد فيه غير الله جل في علاه أو يكفر فيه بالله جل في علاه. وجاء صريحا في قوله جل في علاه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى أخذوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم ورد المنكر كمرتكب. المسألة الأولى عدم توارد المؤمن في مكان يعبد فيه غير الله جل في علاه. هناك رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها صنم يعبد من دون الله؟ قال لا. قال أكان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال النبي لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن أوفي بنذرك. فالنبي أبى أن يدخل الكعبة وفيها هذه الأصنام، فإن قيل كان في مكة وكانت الأصنام حول مكة وهو يتعبد لا جل في علاه، قلنا كان الضعف يعني يعلو هذه الأوقات، وكان النبي وحيدا فريدا، معه أبو بكر، معه علي بن أبي طالب، معه خديجة، ثم بعد ذلك تولى الناس على الإسلام، لكنه ما كان يستطيع أن يغير شيئا، لكن جاء النبي فاتحا فكيف يدخل بيت فيه الأصنام؟ وكان أيضا يشير إلى كل صنم، لما جاء كان يشير إلى كل صنم يقول قد جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن النبي فوجئ أنهم أخرجوا تصاوير لإسماعيل وإبراهيم، وهذا أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنه لا يجوز التصوير ولا تعليق التصوير، لا سيما أن النبي قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم والأصنام قد أخرجت من الكعبة ونشر فيها التوحيد، لكنه لما ورد أنهم صوروا لإسماعيل وإبراهيم عليهما السلام التصوير يستقسمون فيها بالأزلام، قال كذبوا والله، ولقد علموا أنهم ما استقسموا قط بالأزلام قط. الاستقسام بالأزلام هذا من باب الاعتقاد في غير الله جل وعلا، هذا من باب الطيرة، أنهم كانوا يعني، وأعوذ بالله من الشرك، أنهم كانوا يجعلون أقلاماً
يكتبون فيها افعل تفعل فضاء، ثالثة فضاء، فكانوا يعني يحركونها، فإذا كان يذهب لتجارة أو لزواج أو لغيره فيحرك، ثم إذا خرج له افعل يفعل، وإذا خرج له لا تفعل فلا يفعل، ويتشائم في ذلك. الإشكال ليس في هذا، الإشكال ليس في هذا افعل أو لا تفعل، قد يكون باب الفعل في تأويل، لكن ليس هذا بالفعل أبدا بحال من الأحوال. لكن هي المسألة الحمد لله كل حال، لكن هي المسألة كانت في أنهم كانوا يتعبدون للأصنام فيقولون وفقنا إلى ما فيه الخير، استغفر الله، ويطلبون المدد والعون من الأصنام. ها كأنها استغفر الله، يعني ما نستطيع نقول ذلك، أنه يعني يذهب يفعل ذلك وينظر يعني أن هذا الصنم هو الذي يوفقه لما فيه الخير. فلو طلع لا تفعل، كأن هذا الإله الذي يتعبده من دون الله يقول له لا تفعل فيتشائم فلا يفعل. لذلك الله جل وعلا بيّن أن الأزلام أنها رجس من عمل الشيطان، ولأن الشيطان يوحي إلى أوليائه وأيضا يجعلهم يعبدون من دون الله، لأنه أهم مهمة للشيطان هو سلب التوحيد من الإنسان والميل به إلى الشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءت الشياطين فاشتالتهم فجعلتهم يشركون بالله جل وعلا، قال خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين أو جاءتهم الشياطين فاشتالتهم عن توحيد الله، فمالت بهم من التوحيد إلى الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم وإسماعيل موحدان لا يستقسمان بالأزلام، قال كذبوا والله، وهذه أيضا سمة الكفر الكذب، ويكذبون على أهل الإسلام، كذبوا والله ولقد علموا أنه ما استقسم قط على إبراهيم وعلى إسماعيل. هنا مسألة أخرى تتعلق بهذه المسألة، وهي أنهم قد جاءتهم رسالة إبراهيم عليه السلام، جاءتهم رسالة إبراهيم عليه السلام، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن أهل مكة ليسوا أهل فطر، أهل مكة ليسوا أهل فطر، لأنهم لما يسألون عن أبي النبي وأم النبي، وأن النبي قال تصريحا في الصحيحين إن قال للرجل عندما قال له أين أبي، قال أبوك في النار، فغضب الرجل في الصحيحين في البخاري ومسلم وحديث أم النبي أعتقد في مسلم فقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني برجل، عندما قال له أبوك في النار، فقال الرجل إن أبي لما جاء مغضبا أراد النبي صلى الله عليه وسلم تطيبه، فقال له تعالى إن أبي وأباك في النار. وأيضا النبي قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزرت قبرها، فزار النبي صلى الله عليه وسلم قبل قبرها فبكى وبل الثرى حتى بكى الجميع. ذكرني مصطفى بالحديث أنه أتتهم شياطين فجعلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللته لهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. نعم، حالتهم من التوحيد إلى الشرك. فأقول هنا دلالة واضحة جدا على أن أهل مكة فيهم بقايا من رسالة إبراهيم عليه السلام. والدلالة على ذلك أن النبي قال عن ابن جدعان، قال لما قالت له عائشة إنه كان يقري الضيف وكان يعين ذا الحاجة، أله عند الله من شيء؟ فقال لا شيء له، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. من أين عرف أن يوم الدين وأن الحساب وأنه راجع للرحمن سبحانه وجل في علاه، إلا أن يكون كذلك من بقايا دين إبراهيم. وأيضا ورقة بن نوفل، كيف تنصر ورقة بن نوفل؟ تنصر وأخذ بدين النصرانية الحق وكان موحدا، حتى أنهم قالوا أنه صحابي، لأنه قال ليتني فيها جذعا. نعم، حين يخرجك قومك قال أو مخرجهم قال ما أحد أتى بما أتيت به إلا عودي. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن بقايا رسالة إبراهيم قد أتتهم، إذن هم ليسوا أهل فطر، ولا يقال بها الآن كيف تقولون
بأنهم يدخلون النار وهم أهل فترة، وما جاءهم رسول، وقد قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال الله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، لا هذه الآية الأخرى أفلام تنزيل، لتنذر قوما ما أتاهم من رسول من قبلك، ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فهذه الآية صريحة جدا. قلنا نعم لم يأتي النذير، لأنه بين عيسى وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد، ما من نبي بينهما، فنقول ما أتاهم النذير بعيني، لكن أتتهم الإيش؟ النذارة، أتتهم النذارة يعني أتتهم الدعوة. فيكون هنا أهل مكة ليسوا بأهل فترة، طبعا أقصد بأهل الفترة هو فطور الإيش؟ الوحي. أهل مكة ليسوا بأهل فترة، أهل مكة ليسوا بأهل فترة، وهذه مسألة عظيمة حقا في هذا الباب. قال لقد علموا أنهما لم يستقسم بهما قط، فدخل البيت فكبر في ناحيه ولم يصلي فيه. هنا قلنا النافي لا يقدم على المذبب، بل المذبب يقدم على النافي، لأنه أسامة قال لم يصلي فيه، ابن عباس نقل عنه، ابن عباس في نهايته ناقل، وابن عمر نقل عن بلال الذي كان مرافق للنبي أنه دخل الكعبة وصلى فيها. لكن هو الأهم في هذا الباب هو مسألة استقسام إبراهيم عليه السلام، وقد كذبوا على إبراهيم، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن أهل الكفر، على أن أهل الكفر يكذبون على الإسلام. طبعا أنت تعلم أي عدو لابد أن تراه يفعل ذلك، يكذب عليه. الفوائد المستنبطة: لا يجوز الإنسان أن يكون بأرض كفر. النبي ما دخل الكعبة لأن فيها أصنام، فكيف يعيش المرء بأرض كفر؟ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين لا تراء نارهما. وهنا الشافعي قال هذه المسألة تدور على تمكين الدين، من مكن دينه فالأولى ألا يجلس فيها، لكن له أن يجلس. والصحيح أن نقول بأنه لا بد أن تنتهي قصته من هناك فيرحل، يعني هو راح لحاجة يكتفي بالحاجة ويرحل. كل الصوارف نعم، كل الصوارف عند النبي شكاية ضعيفة. كل ليه؟ الصوارف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أن يجلس الصوارف التي يتمسكون بها كلها ضعيفة. هو عامة الشافعي فاهم من ذلك بالقرينة أنهم على تمكين الدين، لأنه ليش قال له لا ترى نارهما؟ لأنه يتأثر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنة الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جوع. أنت إلى قريب أن الأخت كانت تتكلم كيف تقول أنا دلوقتي أقارب زوجي في النار، أقول لا الله لا يرحمهم، إزاي ما ترحمش عليه؟ حتى فهمت أنهم على الكفر والكافر لا يترحم عليه. الآن طبائع حتى المسلمين في الغرب انظر إليها، ستجد أنهم طبعا صبغة بصبغة الغرب. يعني أنا أصلا كنت بأمريكا وأنا بدي المحاضرة، فكلمني إخوة فلسطينيين يعني من فلسطين حماها الله وحفظهم جميعا، كلمني قال لي الآن حتى أكون مواطنا محترما لابد أن أملك بيتا، ولا يمكن أن أملك بيتا إلا عن طريق مريب البنك. قلت لا يجوز، وهذه ليست ضرورة. وحتى رجل سوري كان بجانبي قال أنا أملك بيوت ثلاثة الآن، وجئت هنا لا أملك شيئا، وقلت الربا بون شاسع بيني وفرق واسع بيني وبين الربا، فاستأجرت وكان باهظا حتى ملكني ربي بيوت ثلاثة. من صدق الله صدقه الله جل في علاه. لكن الحاصل أن أقصد في هذا الباب أنه حدث أنه تطبع. أنا سأقول لك شيئا، رجل كبير دينا بيفتخر أنه يقف أمام رئيس الشرطة أو أمام رئيس الحكومة، أو يفتخر جدا أنه أن رئيس المكان الفلاني جاءني وزارني. من هذا؟ هنا يتأتى لك الفهم الدقيق في مسائل نعم الولاء والبراء. هذا أمر جلل يا شيخ، أمر جلل ليس بالهين. أمر الخطاب ضرب بيده من حديد عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أرى أن تأتيني بفلان من الخطاب وتعطي عليا عقيل وعقيل ابن أبي طالب وتعطي أبا بكر ابنه محمد فيقتل، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هذا. نحن لا نقول بهذا، يعني نقول أن المسألة أن تميع القضية ستذيب أصولا، وإذابة الأصول تضيع ليش للدين، إذابة الأصول تضيع للديانة. الفائدة الثانية: حرمة تعليق الصور، جواز لعن الكفار على التعميم،
جواز لعن كفار على التعميم. من وين بقى ناخد هذه؟ ها؟ قال قاتلهم الله. قال قاتلهم الله، لما قال قاتلهم الله، الله في ذلك قاتلهم الله يعني لعنهم الله. ولعن المعين لا يجوز، لعن المعين لا يجوز، أما لعن على التعميم فقد يجوز. أي صور؟ صورة، الصورة المعلقة سواء للبشر أو لغيرهم هذه لا تجوز. هذه الصور المعلقة سبيل للغلو فيها، وهي أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمنع دخول الملائكة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعمد في البيت جرو وفي البيت صورة وفي البيت تمثال، فاعمد إلى التمثال فاكسر رأسه، واعمد إلى الصورة فاطمسها، واعمد إلى الجرو فأخرجه. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.